فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السؤال يقول يهم كثير من المصلين عندنا، يقول أصابت نجاسة بعض الأماكن من المسجد. يقول أصابت نجاسة بعض الأماكن من المسجد. بعض؟ نعم. بعض إيش؟ بعض الأماكن من المسجد. نعم. نظرا لتساقط قطرات من الحمام الذي فوق المسجد على فرش المسجد ثم جف المكان تماما الآن. هذا أصلا وضع الحمام فوق المسجد خطأ، لا يجوز. يوخر الحمام عن المسجد أو يوخر المسجد عن الحمام. نعم. وإذا تساقط منه شيء نجس الأرض فلا يصلى عليها، لأن من شروط صحة الصلاة طهارة البقعة. النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في طائفة المسجد غسل بوله، صب عليه ماء حتى تطهر. نعم.